كم الأمة؟ فالأمة على ثلاثة أقسام: أمة الدعوة، وأمة الإجابة، وأمة الاتباع. أما أمة الدعوة فهي الأمة التي بلغتها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا مؤمنين أو كفارا. وأما أمة الإجابة فهي التي بلغتها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وانقادت له، لكن أمة الاتباع أفضل من أمة الإجابة. وإذا ذكرت أمة الإجابة فمن باب أولى أن تدخل معها أمة الاتباع في الفضل.